صباح الخير. رجاء من السادة المصورين التزام أماكنهم حتى يستطيع الحضور مشاهدة المتعة في هذا الصباح. عادة تفرش السجادة الحمراء في التشريفات، فتحية لبنك مشرف يدخلنا موسوعة جينيس للأرقام القياسية للمرة الثانية بأكبر جائزة مالية لحساب بنكي قيمتها 2 مليون دينار كويتي. شكراً بنك الخليج. تحية لكل هذا الطاقم الذي سعى لأن تكون هذه الجوائز موجودة، تتعالى تتضخم، ولكن لصالح من يكون له حساب داخل بنك الخليج، يستحقون التصفيق في هذا الصباح. صباح الخير بنك الخليج. شكراً لكل شخص في هذه العائلة، وأقول عائلة لأن ابتسامتهم المشرقة، أناقتهم الطاغية، حضورهم المميز. لا نعتبرهم موظفين، ما أدري نقونهم نقوة ولا الوضع بالنسبة للكاريزما. أعتقد لو أي شخص من موظفين بنك الخليج اليوم يصلح مذيع، لأن حضوره طاغي في استقطاب الكثير من العملاء، ليس فقط للاستحواذ عليهم بل لاكتساب أمانة جديدة على أعناقهم للحفاظ على أموالكم في حساباتكم الشخصية وتطويرها بشكل آمن، بل والحفاظ عليها من خلال القرصنة الحالية التي نود أن نكون على دراية بأن نحافظ عليها يدا بيد مع هذا البنك المميز. اليوم نجتمع من خلال وجودنا لكي نقول الكثير عن بنك يحمل هوية وطابع مميز بشكل محلي. مركب بوم، سمى اللي تسميه، يبحر في بحر مميز تميزت فيه الكويت بشكل مشرف. يقولون إن ريسين في المركب تغرق، أقول لهم شوفوا بنك الخليج اللي مليان واخذه. نبدأ القصة. دقيقة مخرجنا ممكن؟ كات كات شوي شوي شوي. عسى ما جاب مشعل. فيك شيء؟ أنا ما شنو دوري بالضبط يعني؟ مع الجماعة يعني شنو الموضوع يعني؟ بعدين أنت حاطني هني الحبيب هذا أبو براغي. فما أدري شو السالفة يعني. مش حق فضاء يعني ليش؟ أفرح عليك الحين إيش رأيك في البداية؟ شوف شوف هي الحملة اسمها إلى الشمس. يا شمس. وسع صدرك ما عليه. تحمل إن شاء الله. شوف طول عمرك، شوف انت سبيس ناخذه ها انت شنو ايش قلت؟ سبيس ناخذه، احنا كلنا معك هنا قاعد نفتر بالفضاء ونفتر بالمجرات عشان نحسن وضع مجرتنا ونستكشف زين انت فاهم شيء؟ لا ما فاهم شيء، يعني الموضوع التطلع الى الافضل صح فهمني ولازم نتطور مع الزمن هو ده يعني نفس بنك الخليج بعد تخلص ها؟ لا 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 شكو بنك الخليج تكنولوجيا مع المستقبل ونطلع فوق صدق والله هذا يدق على بنك الخليج عدل يا ابو احمد ولا لا عدل عدل كلامك لان ابلكيشن جديد نزل وهم متطورين والثيم حتى يلوم بنك الخليج شكو بنك الخليج قاعد اتكلم عن المستقبل وشو لابسين احمر والفضاء واحمد شفت الابلكيشن الجديد اللي مسوينه بنك الخليج من صدقك كل يوم بطلع شنو انستغرام اتوني قاعد اتعبث فيه الانترفيس حده خيالي احنا شكو بنك الخليج انا كل يوم بطلع بحجز تذاكر سفر بدفع لي كاش جرب البل سبلتنج وادعي لي ما بيني عندي لا تقدرون تخلون الابلكيشن ينادي علي اسم مثل دلوله بدال دلال يلا عاد صوت صوت يا جماعه كل واحد مكانه بليز ما شاء الله صوتك يعلى درينا ان بنك الخليج متطور ومتغير ودرينا ان عنده ابلكيشن جديد وجدد الافرع بس مو هذا موضوعنا اي صح صح مجددين الافرع بعد يبى تلمون اذا قلت لكم السيت ما يروق الا عليهم صح نبيل شعيل يا جماعه الوقت طب نصيحتي نقلبها إعلان حق بنك الخليج يلا بس حط بوم ورق ترى خالصين صح 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 لا عدل 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 والله كلامكم اللي قاعد تقولونه عدل صراحة يعني نغير الفكرة الحين نغير الكونسبت أصلاً أصلاً وجودي أنا ما له داعي اسمع شو سير أنت المخرج ويزعل تعال تعال قلع هاتيك مخرج مخرجنا تعال لا تزعل حول على الخليج اليوم واستمتع بمزايا دوم تعال أنت بالحقيقة صدق لوقا يعني
بعض المرات يقولون المخرج عايز كده، بنك الخليج أبداً ما يظن المخرج يمشي على ذوقه، يمشي على ذوق العميل ويفصل على ما هو يبي ويرسل مركب بالأمان. لذلك حساباتكم الشخصية راح تكون بشكل جداً آمن مع هذا المكان اللي دائماً يحتاج أنه يفرحكم في كل مرة، مثل اليوم راح يفرح شخص واحد استحق أنه يترك أمواله في أيدٍ أمينة، فاستحق أنه هو يحصل على 2 مليون دينار كويتي، ولك أن تتخيل بأي عملة أخرى كم يساوي المبلغ. بالبداية راح نستمتع بأن يتفضل معنا السيد محمد القطان، مدير عام الخدمات المصرفية الشخصية، لإلقاء الكلمة. شكراً إيمان. السلام عليكم، صباحكم الله بالخير جميعاً. رحب فيكم أطيب ترحيب وحياكم الله في هذا الحدث، الحدث الاستثنائي اللي كل من ناطره وعملائنا ناطرينه اليوم للفوز بمبلغ 2 مليون دينار كويتي. وهذه يعني الجائزة تعتبر الأولى، واليوم احنا نحتفل بدخولنا للمرة الثانية على التوالي موسوعة جينيس لهذا الفائز. بداية يعني أنا بأستغل هذه الفرصة وأوجه رسالة لعملائنا، والرسالة هذه هي عبارة عن رسالة شكر. شكراً عملائنا على ثقتكم اللي أعطيتونا إياها وخليتونا اختياركم للبنك والخدمات المصرفية، ونأكد لكم استمرارنا بأن عملائنا دائماً راح يكونون مركز اهتمامنا ومحور إنجازاتنا وعملنا في هذا البنك، التزاماً بالثقة اللي منحتونا إياها. اسمحوا لي أستعرض لكم بعض الإنجازات في عالم الخدمات المصرفية الشخصية اللي تم تطبيقها ريسنتلي في بنك الخليج، واللي كان في مقدمتها وأهمها إطلاقنا حق الموبايل آب الجديد اللي يتسم ويتميز بخمس عناصر رئيسية: السرعة، السهولة، الأمان، الشمولية، وإضافة الطابع الشخصي اللي احنا نسميها البيرسوناليزيشن. ما وقفنا عند هذه النقطة، شفنا ردة فعل عملائنا لهذا الموبايل آب اللي تم طرحه، ولله الحمد حزنا برضا المستخدمين بنسبة تتجاوز 90%، واللي خلينا في مصاف أفضل البنوك العالمية بالديجيتال بانكينج. الإنجاز الثاني كان متعلق في إطلاقنا للنظام الآلي الجديد الخاص بأجهزة الـ ATM والـ ITM اللي بالفعل أيضاً يتميز بيوزر إكسبيرينس مختلف متطور، مضاف إليه خدمات إضافية. كنا بالسابق نقدم 6 خدمات مصرفية، اليوم نقدم ما يقارب 16 خدمة مصرفية. وهذه الخدمات المصرفية على سبيل المثال لا الحصر، إذا أنت استخدمت الموبايل آب وأضفت مستفيد بنفشري، تروح الجهاز الـ ATM راح تلاقي البنفشري موجود وتقدر تقوم بعملية التحويل من خلال أجهزة الـ ATM. وداون ذا رود مستمرين في تطوير وإضافة خدمات مصرفية من خلال هذه القناة. ما وقفنا عند هذا الحد، أنجز فريقنا وشبابنا الكويتي الطموح اللي احنا في الإدارة التنفيذية نؤمن بقدرتهم وإنجازهم على التطوير والابتكار، طورنا مركز الاتصال، ويعتبر مركز الاتصال الجديد من أفضل وأطور أنظمة الاتصال على مستوى العالم وفي المنطقة. ولله الحمد قدرنا خلال العام الماضي أن نخدم ما يقارب 2 مليون اتصال، وهذول 2 مليون اتصال قدرنا أيضاً نحقق مستوى خدمة يفوق 95%، وهذا يعتبر مقياس متميز إذا ما قارناه في النسب العالمية في مستوى الرد على الاتصالات في مراكز الخدمة. هذا فيما يتعلق بالتطور التكنولوجي. أيضاً كان في هناك اهتمام في فروعنا الخارجية وفي حالة رغبة أحد عملائنا في زيارة فروعنا، يشرفنا، ولكن هالمرة راح تكون بتجربة مصرفية مختلفة. طورنا التصميم الخاص بالفروع وخليناه ذو حلة جديدة، تصميم عصري يتضمن تميز هندسي ومعماري
بالإضافة إلى توظيف التكنولوجيا داخل الفرع لخلق تجربة أيضا متميزة لعملائنا. ما وقفنا عند هذه النقطة، استمرينا في إضافة عناصر الاستدامة ومسؤوليتنا الاجتماعية في تصميم الفرع، وبالفعل استخدمنا أنظمة آلية وتقنية لتوفير الطاقة والاستهلاك في هذا الفرع. بدأنا في 6 فروع حاليا، وإن شاء الله بنشوف إن شاء الله هذا التوسع. تم الانتهاء وتسليم فرع الفنار وفرع صباح الأحمد، وإن شاء الله خلال 3 سنوات القادمة راح ننتهي من جميع فروعنا. في الختام أشكركم حضوركم، أشكركم متابعينا لتواجدكم معنا اليوم في هذا الحفل، وأتمنى لكم عملائنا حظ أوفر في أنكم تفوزون بجائزة الدانة اليوم أو الجوائز اللاحقة اللي مستمرين فيها. نوعدكم أن احنا مستمرين في التطوير التزاما بالثقة اللي منحتونا إياها، ونقول ونأكد على رسالتنا بنك الخليج معاكم دوم. شكرا لكم. شكرا أستاذ محمد. الوقفة يم رقم التشيك حر، اللي راح يستلم اليوم أو تستلم اليوم أنا وايد منحازة للمرأة، أعتقد أنها راح تصرفها أيضا على رجل، يعني ما راح يروح بعيد. ولكن الفرحة تعم لما احنا نتشارك، وكذاب اللي يقول لك في هذا الوقت الفرحة ما تنشره. لما يكون عندك مبلغ وتشارك فيه من تحب وتريح من التزاماتك، تنشر الفرحة ولا ما تنشره؟ أكيد نكسب فيها ذكريات حلوة، نكسب فيها ناس من حوالينا. المادة قد ما تكون غاية، ولكن هي وسيلة، والمتعة في أنك تحصل على هذه الوسيلة لأنك تستحقها، بأن يكون عندك سحب تدخل فيه من خلال نقاط بدايتها 100 دينار. وكثر ما تترك هالمية دينار بالحساب راح تصير عندك نقاط وتحصيل لي جدام بأنك ممكن تحصل هذا المبلغ. بدأ بمليون، بعدها أعتقد صار 1.5 مليون، ودخلنا في 2 مليونين. يصيرون 3؟ ما احنا عارفين، بس طول ما انت عندك شراكة مع بنك الخليج ويقين برب العالمين ممكن تكون من الفائزين. راح نرجع، ومثل ما قلت لكم شوي منحازة للعنصر النسائي، واللي احبه في هذا البنك عندهم تمكين للمرأة بشكل جدا مميز وخيالي. ندري ان العمل في الكويت لا يقتصر على جنس معين، ولكن المرأة دقيقة وحريصة على كل التفاصيل، ما يفوت منها فلس إلا عارفة وين يروح، إلا إذا كانت تدفع بطريقة مسرفة. راح نرحب اليوم بالسيدة سلمى الحجاج، مدير عام الموارد البشرية. شكرا لك مبادر على تسليط الضوء لأحدث التطورات في بنك الخليج، وانتهز هذه الفرصة أن أتقدم بجزيل الشكر لكل موظف على جهده وتفانيه، فبدونهم لن تتحقق كل هذه التطورات الرائعة والإنجازات التي رح نعلن عنها اليوم. الفضل في ذلك يعود إلى ثقافتنا المتنوعة وبرامج التدريب اللي نضعها على أرض الواقع. وبما أن ذكرنا هذه الإنجازات وعدد كبير من القيادات النسائية من بنك الخليج متواجدين معنا في هذه القاعة اليوم، أحب أن أؤكد على التزام بنك الخليج بتمكين المرأة وبالمساواة. إشراكهم وتمكينهم أدى بشكل كبير وواضح إلى مساهمات أكثر فعالية وإبداعات وابتكارات، ومما أدى بدوره إلى زيادة الإنتاجية وتحسين الأداء. تحية قلبية لكم، وأتمنى لكم كل التوفيق في سحب الدانة، ونقول حق الرابح من الحين مبروك 2 مليون دينار. أيضاً من باب تمكين ووجود امرأة وعنصر نسائي مميز فعال، يقولون دائماً لكل من اسمه نصيب، وهذه المرأة فعلاً لها من اسمها نصيب ووضعت في المكان الصحيح. إذا أردت أن تسوق فابحث عن المرأة، خليك من الجريمة. ولكن الروعة في أن تكون امرأة حريصة على عملها. رحبوا معي بصاحبة الابتسامة الراكزة الجميلة التي تخفي من ورائها تنسيق جداً رائع متناغم في عالم التسويق، السيدة نجلاء العيسى، نائب مدير عام الخدمات المصرفية الشخصية في إدارة التسويق.
شكرا للزملاء وشكرا سلمى لدعمك دوم للمرأة، ورحب فيكم جميعا مرة ثانية في هذا الحفل الكريم. نجتمع اليوم من أجل عملائنا، ومثل ما ذكر الزميل محمد القطان، وهم الدافع الحقيقي وراء كل ما نقوم فيه. في بنك الخليج ما نتطلع بس للتميز في خدمة العملاء، ولكن إلى تجاوز توقعاتهم من خلال الإبداع والابتكار ومكافأتهم في كل خطوة ومشاركتهم كل محطات النجاح. اهتمامنا بالعملاء هو جزء من مبادئنا الراسخة، وعاداتنا من عطاء وكرم وبناء علاقات متينة أساسها المساندة والمعاملة الطيبة. وفيما ننظر إلى المستقبل، أدعو الجميع للانضمام لنا في هذا الفصل الجديد نحو التغيير والتطوير والتجديد. معاكم دوم لنصنع مستقبل الخدمات المصرفية، وشكراً لثقتكم بنا، وبنك الخليج معاكم دوم. لا زال الكلام في حق هذه العائلة شوية، بحيث أنهم مترابطين بالكلمات، كل يشكر الآخر مساندة لبعضهم البعض. الكلمة القادمة للسيد سطام المرزوق، مساعد المدير العام للخدمات المصرفية الشخصية في إدارة الثروات. استمعنا لآخر مستجدات البنك من الزملاء الأعزاء، وحديث حول قصة نجاح العنصر البشري في البنك، وهو العنصر الأساسي في إدارة الثروات. وراح أتكلم شوية عن رحلة بنك الخليج في إعادة تعريف معنى الانفراد والخدمات الاستثنائية، من خلال طرح منتجات مختلفة مصممة خصيصاً لعملائنا في إدارة الثروات، والتي تجسد مستوى التميز لهذه الفئة من العملاء، تتماشى مع أسلوب حياتهم. سيطرح البنك بإذن الله بطاقة ائتمانية جديدة لنخبة مختارة من العملاء، تقديراً لولائهم ومكانتهم الخاصة عندنا، لنؤكد التزامنا بتوفير خدمة لا مثيل لها لعملاء إدارة الثروات. بالإضافة إلى ذلك، نوفر مجموعة متكاملة من الخدمات الاستثمارية والتمويلية التي تلبي طموحات وتطلعات عملائنا. فأهلاً بكم في عالم يلتقي به الطموح بالخدمات الاستثنائية، وشكراً لكل من شاركنا رحلة التميز والنجاح. كلمات مختصرة، simple and the best piece of cake، لكن العمل أكثر في هذا المكان، بحيث أنهم يحبون ويهوون الإنجاز أكثر من لغة الكلام، لأن لغة الأرقام تثبت مدى النجاح بأن تزيد هذه الأرقام وترتفع، لأن نجاحكم سيعكس أيضاً نجاح طاقم العمل في هذا المكان. سيكون معنا الآن مساعد مدير عام الخدمات المصرفية الشخصية كارد بيزنس، السيد محمد تقي. شكرا لك واهدي. خدماتنا ومنتجاتنا في بنك الخليج تتجاوز احتياجات الأفراد، وفي إدارة البطاقات نحرص دوم على توفير المزايا اللي تعود الفائدة على كل الأسر. وعن آخر مستجداتنا قريبا إن شاء الله سنطلق برنامج نقاط الخليجي الجديد، واللي يخلي عملائنا يبدلون نقاطهم فورا من خلال تطبيقنا الجديد، بكل الكاش باك، تذاكر طيران، حجزات الفنادق، وحتى شركات تأجير السيارات، قسائم شرائية من أهم المحلات وغيرها الكثير. في الختام نود نشكر العملاء على ثقتهم المستمرة فينا، وإحنا في غاية الحماس لتقديم المنتجات المتميزة اللي نتأمل أن ترتقي إلى تطلعاتكم، والقادم أجمل إن شاء الله. هنا نتحدث عن الرفاهية والفخامة، في وايد يدمجون بين الرفاهية والفخامة. الرفاهية بأنك تستمتع بشيء جدا جميل ومميز، والفخامة بأن تحتوي شيء جدا رائع حتى ولو كان بسعر قد يكون مناسب، ولكن إذا اجتمع الاثنان فأنت تتحدث عن طبقة يحلم بها الكثيرين، موجود جزء كبير منها داخل جدار بنك الخليج. راح نكون الآن على معلومات سريعة نستذكر فيها مما طرحت حملة البنك المركزي لنكون على دراية. الكل منا يعرف أن التكنولوجيا في تطور وفي ازدياد، والكل يعرف أن هنالك هاكرز تأتي عن طرق مختلفة، سواء من خلال استعمال الذكاء الاصطناعي بتقليد الأصوات، بعض المسجات الفيك، يدخل على حسابك يكلمك كأنه أحد من أقاربك، إلا أن هذا كله علشان يقدر أنه يوصل لحسابك المصرفي، يستحوذ على كثير من الأموال الموجودة فيه، حتى لو كانت أفلاس على أيام قليلة يمكن إحنا ما نحس فيها، لكن لما تراكم نعرف هذا الموضوع. بنك الخليج يضع خطط كثيرة لردع هذه الأمور بالتعاون معك أو معك،
الفضول عندنا كبير، أي لينك ممكن نفتح، خاصة في هذه الأيام بالنسبة لأعيادنا الوطنية، ربي يعيدها علينا دوم ويوم، لكن بدنا نشوف شنو باللينك. تفتح اللينك تلقى حسابك انسحبت منه مبالغ، أو دفعنا في صفحة كانت فيك وانسحبت منه على طول مبالغ. أيضا هنالك بعض الواتسابات بيننا وبين أهلنا، وندري أن أهلنا، لكن الأسلوب مو أسلوبهم. لا نتعاطف لأول وهلة، اتصل على طول بالشخص وقول له كلمتني. يفضل الفيديو كولز بينكم وبين الأشخاص في هذه الفترة، حتى لا تضطر أنك أنت تدخل بأمور تخسر فيها أموالك وتحمل البنك طاقة فوق الطاقة. ولا شخص ولا شخصين، ملايين الأشخاص اللي قاعدة تصير فيهم هذه الأمور. نحاول أن احنا نتعاون ونكون على دراية، وشكرا لبنك الخليج أنه هو أيضا قائم بهذه الحملة مناصرة مع البنك المركزي لتثقيف عملائه ليكونون على دراية، بحيث أن حساباتهم ما تنباق، ما تنأخذ. البطاقات الائتمانية لو يصير عليها كذا عملية، البنك يصير عنده رهبة، يصير عنده خوف، فممكن يصير بلوك على بطاقتك. لا تزعل، البنك حريص على أموالك. اتصل في البنك وراجع أي مسج ييلك من البنك، أو ييلك معلومات خاصة عن طريق البنك، اتصل في البنك دايركتلي قبل لا تنجز أي معاملة. واعتقد احنا وايد واضحين، الجنسيات اللي موجودة في هذا البنك معروفة، ما اعتقد انه ممكن احد يكلمك بطريقة غريبة وتقول هذا من بنك الخليج. فأتمنى نكون على دراية ووعي أكثر أن احنا نحافظ على أموالنا، ولأن هي ما شاء الله في أيد أمينة في هذا المكان، إن شاء الله بالحفظ والصون، وإن شاء الله تكون من الواعين المحافظين على أموالهم وأموال أبنائهم وثرواتهم المستقبلية. رح يكون معنا السيد مهدي سليمان، مدير أول التسويق. شكرا إيمان على المقدمة. في بنك الخليج نتبنى مفهوم البنك العائلي من خلال حسن الدعم التواصل مع عملائنا من جميع المراحل العمرية، وتشجيع الثقافة المصرفية في المجتمع، ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم المالية. بالنسبة لنا البنك العائلي أكثر من مجرد مفهوم مصرفي، وهو تجربة تفاعلية يكون فيها بنك الخليج شريك مع العائلة في بناء مستقبل مالي مستدام لجميع أفرادها. لذلك نوفر خدمات ومنتجات تناسب كل الفئات العمرية، مثل حساب رد للشباب وباقات حساب الراتب وغيرها. أما اليوم راح أترك المجال للزميلة إيمان نجم للإعلان عن منتج جديد يخص شريحة مهمة في المجتمع وتشكل ما يقارب ثلث من مجتمعنا. بداية شكرا بنك الخليج على اختياري لأكون في هذا الإيفنت، وشهادة أعتز فيها فعلا أن إحنا ككويتيين، واعذروني أكون فعلا أقول ككويتيين، حريصين على هذه البلد، لأن إذا إحنا ما قمنا فيها من بيقوم فيها. فاختياري لهذا المكان وايد يشعرني بالانتماء للرمز اللي موجود في هذا البنك، موجود على عملتنا، موجود على القطع النقدية. فأعتقد أن إحنا فعلا فخورين بوجود هذه العلامة اللي جسدتوها من رسم إلى فعل، وأنا وايد أهتم بالرمزيات. إن شاء الله هذا المركب الصغير اللي كبر وصار بوم يكون كروز في المرحلة القادمة، ونستمتع بالأموال اللي قد إن شاء الله تكون فيها لنا نفعة ولغيرنا، لأن في الكويت تعودنا كجانب إنساني نتشارك هذه الأموال حباً، وليس بالنسبة لنا يسمونه تمنن. لا، الكويت دائماً فيها الإنسانية، فيها العطاء وفيها الحب. حتى في شهر رمضان القادم راح تشوفون أيضا هنالك خطط إن شاء الله تكون جدا رائعة، وراح تخدم العميل والبنك في نفس الوقت حبا وليس تملقا كما يسميه البعض. الكل يذكر حساب نصور، حتى البنات كان عندهم حساب نصور، لكن نصور كبر وتزوج وياب عيال، فبالتالي ما ينفع يكون حساب أطفال. فنصور قرر أنه هو يواكب التكنولوجيا ويقول قد يكون اسمي من ضمن التراث وموجود، لكن ليش ما أتطور ونبتكر حساب جديد يمثل عيالي والأجيال والعائلة؟ لو تخزن 50 دينار مالت كل طفل من عمره يوم إلى عمره 18 سنة، سيارته كاش 10,500. تخيلوا المبلغ هذا لو يتم بالحساب، كل شهر يتحول، بنقول التزامات
التزامات راح توفى. تطمن انت مع بنك الخليج، رحبوا معي نيو. من مثلي منو؟ هاي انا نيو، صديقكم الجديد. حساب الاطفال من بنك الخليج NEO. نيو بكل اختصار، كم علشان نفتح الحساب؟ ولا شيء، مجرد البطاقة المدنية للطفل، كويتي أو غير كويتي، يخولك إن أنت تفتح له هذا الحساب، واللي يتحكم في الحساب اللي يفتح له الحساب من الأم أو الأبو. وهذا الحساب أكيد راح يكون حساب ادخار. آن الوقت لثقافة الادخار. لا نقول إحنا دائما مستمتعين، الحمد لله ديرتنا ديرة خير، ولكن يا زين الادخار علشان لما يكبرون عيالنا يلقون مستقبل كبير جدا، أنا آسفة أقول بدون قروض، بدون بطاقات ائتمانية نسحب ويردون يسحبون منا. هذا جدا ينفع البنك وينفعنا، بس يتراكم علينا، نحمل الأجيال القادمة، وبالتالي تعلى الأصوات نبي ونبي ونبي ونبي. ليش أحمل ولدي أو بنتي نبي للمستقبل؟ نفتح هذا الحساب ونحط فيه وننساه، وكل شيء من عمرنا نغمض ونفتح، نلقى الحساب ازدهر وعمرنا كبر، وإن شاء الله يكون العوض بالنسبة للأموال هذه في حياة رفاهية جدا ممتعة لأبنائكم. هذا الحساب ما انفتح، متى راح ينفتح؟ قرروا بنك الخليج أنهم يطلقون هذا الحساب في القرقيعان. كل عام وأنتم بخير برمضان القادم إن شاء الله يا رب. ونقول في القرقيعان ممكن تفتحون هذا الحساب للبنات والصبيان، والعيادي في العيد أتمنى تنخش ولا دينار من هيبان، علشان حسس إن المستقبل مزهر. وخلكم أنا أيد شغلتين، يا أما تحطون بالحساب يا أما الذهب، والذهب ينحط في البنك علشان مو يلبس وينباع. فأتمنى أن احنا نكون بهذه السياسة، سياسة الادخار والتوفير، لابد أن تكون من ثقافتنا الأولى علشان نستمتع بحياة جدا سهلة وممتعة. جاهزين؟ ممكن يكون المليونير قاعد معانا الحين، وممكن تكون مليونيرة، وممكن يكون قاعد يسمعنا ويشاهدنا بالسوشيال ميديا أو في أي مكان، وممكن يجينا الحين، بس لا يمكن يكون واحد من أعضاء بنك الخليج ولا أنا من اللي على المسرح واقفين، لأن محرومين. الأعضاء في بنك الخليج غير مخول لهم الدخول في هذا السحب، والسحب راح يقام بوجود كل من ممثل وزارة التجارة والصناعة ومدققين من شركة دينسيت إن يونغ. وأعتقد أن هذا كفيل بأن يكون في مصداقية بحتة أن يكون أمامكم. الحديث يكثر، يفوزون ربعهم، يفوزون أهلهم، ما أعتقد، لأن الأمور قاعدة تحدث أمامكم، ودائما هذا كلام اللي مو رابحين، ولكن إن شاء الله الكل رابح، لأن إذا ما كسبت مليونين عندك حب ملايين حواليك موجودين. نبدأ، ويتفضل السيد أحمد المطري لإجراء السحب. من 25 سنة بس اختصرت الدانة مشوار شقة وسفر، ومعافر بالبحر وغوص وخطر، واللي كان يروح يمكن ما يرجع، واللي ودعه مو بس من الشوق عينه تدمع. محمل مشرق وبوم مغرب وليالي مظلمة وموحشة يتحملها الغواص بس عشان يغير حياته، ويلاقي بين هالمحارات دانته، ويسدد ديونه، ويجازي كل اللي كانوا يعينونه. اليوم بنك الخليج يحتفل بمرور ربع قرن من الزمن على الدانة،
حساب التوفير اللي يغير حياتك بدون لا يمسك خطر ولا عوز ولا سفر. احنا في بنك الخليج اسمنا وشعارنا مرتبط بالبحر، واللي هو تاريخ الاقتصاد الكويتي. ولما حبينا نطلق اسم أو فكرة منتج توفير، ما لقينا أكبر من الدانة نسمي فيه هذا المنتج، اللي أكبر ما يرجع فيه الغواص هو الدانة. شنو هي الدانة بتراثنا احنا الكويتي من أيام أول ولليوم؟ الدانة هي اللؤلؤة الكبيرة والثمينة. أنا صار لي يعني بالإجماع 10 سنوات أسوق للدانة. في طبعاً حملات غير الدانة، بس بالنسبة لنا في بنك الخليج حساب مليونير الدانة من أهم الحسابات في البنك. دائماً نتطلع لمعرفة متطلبات واحتياجات عملائنا المصرفية، وأحد أهم الاحتياجات المصرفية هو وجود حساب يساعد العملاء للتوفير والادخار. حساب مليونير الدانة هو من الكويت للكويت، وحق كل من يعيش بهالأرض الطيبة، وعلى المعايير فأفكارنا كلها جاية من مجتمعنا العريق وتراثنا الجميل. وإحنا في إدارة التسويق نحاول نقدمها بقالب مفهوم وخفيف وواضح عشان نترك أثر طيب في نفوس الكل. هني العميل من خلال التوفير اللي قام فيه استفاد من شغلتين رئيسيتين. الأولى زادت فرصه بالربح، وصار في هناك عنده فرصة كبيرة في الفوز بجائزة نقدية مالية كبيرة. النقطة الثانية، هذا المبلغ اللي تراكم وتوفر في حساب التوفير صار أيضا في هناك فرصة لشراء حاجة رئيسية، أو بالإمكان استثمار هذه الأموال في الوسائل الاستثمارية اللي ممكن تحقق له عائد متميز وجيد. تفيد الناس من ناحية أنه كل ما يلك فايز يفوز بالدانة أنت قاعد تغير حياته، اليوم حياته إلى الأفضل طبعا. غير كذي إنجاز كبير بالنسبة للبنك، كل سنة عن سنة الجوائز تزيد. بلشنا ب 300,000 دينار، على مدى 25 سنة السحوبات تطورت وصاروا 2,000,000 دينار. النظام الأساسي لحساب الدانة يتسم أنك أنت بمبلغ 200 دينار كويتي تقدر تبلش رحلة التوفير مالتك، وكل ما وفرت أكثر كل ما زادت فرصك للربح أكثر. الدانة صنعت أسلوب مميز في التواصل وهوية تقدر تميزها بلمحة. إحنا بالأمانة يعني نتحدى نفسنا، وهدفنا سعادة الجمهور، وعملائنا أكيد أهم أولوياتنا، ودوم نكون أو نحاول نكون السباقين بكل خطواتنا وتوجهاتنا. ولله الحمد الناس تنطر إعلاناتنا، ولها يعني شعبية كبيرة، وتلاقي استحسان في كل مرة من الكل الحمد لله، والمشاهدات يعني تفوق الملايين كل مرة ننزل فيها إعلان جديد. وإحنا هالسنة وايد سبيشل بالنسبة لنا، يعني قاعد يعني نحتفل جميعاً بمرور 25 سنة. عدد الرابحين في حساب الدانة ما يقارب 5,500 عميل على مدار 25 سنة الماضية، ومجموع المبالغ اللي فازوا فيها في حساب الدانة تقارب 50,000,000 دينار كويتي. قصص حزاوي الأولين كان البسيط يصير غني بيوم وليلة إذا طلع للمارد السحري من الفانوس، ولا فلق محارة وابتسمت لدانة بوسطها. شفنا أب فتح حق ابنه في سنة 98 حساب دانة، اليوم هذا الابن عمره فوق 35 سنة، وأيضا هذا الأب فتح حق ابنه، فشفنا الأب والابن والآن الحفيد. وفي دانة بنك الخليج بتسمع قصة طفل عمره 7 سنوات لما كبر لقى بحسابه فوق 1,000,000 دينار عقب ما فاز بالدانة وقرر يخطط حق مستقبله. وعن قصص الرابحين، احنا ودنا نشارك القصص الحلوة والصدف اللي تصير معاهم، وشون حياتهم تغيرت وأحلامهم تحققت، لأن فعلا هالقصص يعني تيب الفرحة للكل وتعطي الأمل. وبتمرك سالفة طيل سنين واختصار أيام وشهور وعقود من العمل الكادح طول اليوم بعد ما فاز ذاك المغترب بالدانة ورجع لهله وهو سلطان زمانه. ومن الدانة بنقول لك سالفة ذيك الأم اللي وزعت 1,000,000 على عيالها وبنت مستقبلهم وريحت بالهم وبالها. طبعاً ردة الفعل دائماً مفاجأة يعني، والمواقف الظريفة اللي إحنا يعني نمر فيها مع العملاء اللي كانت بالسيارة رايحة تشتري شاورما. لما قلنا حق فايزة عندنا إن هي فازت في 1,500,000 وهي كانت تسوق السيارة، ضاعت بالشارع. تخيل انت بالكويت وتضيع، ضاعت بالشارع.
المال عديل الروح، وراعي الحلال مهما كان بسيط يحاتي فلوسه تروح. عشان كذي النظام الأمني حق حسابات بنك الخليج يتمتع بالصلابة العالية ومبني على أقوى أنظمة الحماية العالمية. بدينا احنا بسحب يدوي، تي انت لازم تقطع الكوبونات وتحطهم صناديق وتبلش السحب. طبعا اليوم ما اقدر انا بنفس الطريقة هذه اني اجري السحوبات مالوتي، واحنا كبنك طورنا الأنظمة بحيث ان السحوبات صارت رقمية على أجهزة اللابتوب، وطبعا احدث التقنيات موجودة حاليا في اللابتوبس تحمي البنك وتحمي السحوبات هذه من أي شخص يحاول أنه يخترق نظام البنك ما يقدر. السحب بيصير بإشراف جهات رقابية، وإذا الرزقة مكتوبة لك فحق غيرك ما راح تروح. بكل سحوبات الدانة سواء كان السحب 1000 دينار أو 2000000 دينار لازم حضور ممثل من وزارة التجارة والصناعة، وأيضا شركة تدقيق إرنست أند يانغ دورهم التدقيق على بيانات العملاء اللي داشين بالسحب، وأيضا توثيق الفائزين. وإذا إشاعة يفوزون ربعهم شغلتك، فموظفين البنك وأهلهم ممنوعين من مشاركتك الفرصة. جميع الموظفين وقاربهم غير مسموح لهم دخول السحوبات هذه. الكلام اللي ينقال عن البنك إنه يفوز أجانب أو يفوز ناس وهميين هذا كلام غير صحيح، لأن طبعا ممثل وزارة التجارة موجود والأسامي كلها تتوثق وموجودة عند وزارة التجارة والصناعة. أحد أهم التحديات اللي تواجهنا في هذا المنتج هو الاستمرارية والاستدامة، ونبي نكون احنا دائما مستمرين ومتطورين لتشجيع ثقافة التوفير لدى عملائنا، وهذه أحد أهم عناصر مسؤوليتنا الاجتماعية. أكبر تحدي بالنسبة لنا هو الاستمرار بالنجاح. النجاح إدمان، يعني الواحد من ينجح بشغلة دائما يفكر بالشغلة اللي جاية. نجحنا بإعلان مثلا العيد الوطني، داير شو بنسوي، وسبحان الله يعني اتي الأفكار. قبل سحب المليون أول مليونين بعشرة أيام وضع الإدارة عندي مثل خلية النحل، الكل مشغول، الكل عنده مسؤوليات، وما حد طبعا يرتاح لين بعد ما نعلن الفائز. أجمل اللحظات اللي يعني نرتقبها دائما يعني هي اللحظة الأساسية اللي نتوج فيها مليونير، وهذه اللحظة هي اللي كلنا بنشوف منو الفائز، وهل ريال كبير مرة، دائما نتطلع ونشوف وننطر هذه اللحظة اللي نسعد فيها مليونير جديد. مرينا فيها على مدى سنوات طويلة، من كنا مليون دولار إلى تحولنا إلى اليوم مليونين دينار كويتي. هي الفرحة يعني مو بس للعملاء، لنا احنا كموظفين حتى، ولو تشوفنا وقت كبسة الزر بالإعلان عن الرابح كنا احنا اللي بنربح المليونين، واحنا يعني دائما بعد ما نعلن عن الرابحين نستضيفهم في إدارة الثروات في بنك الخليج، لأن هم بشكل تلقائي يصير لهم أبجريد عندنا. احنا على مدى السنوات الماضية مئات الرابحين فرحوا في فوزهم بحساب الدانة، واحنا اللي فرحنا ثقة هالعملاء فينا. هذه ثاني مرة بنك الخليج يحصل على شهادة جينيس للأرقام القياسية لأكبر جائزة نقدية لحساب مصرفي في العالم. هذه الدانة وهذه قصتها، أبحرنا بتفاصيلها وعرفنا خفاياها، والدانة اليوم كبرت وراح تظل مستمرة تحقق الأحلام وتنشر الفرحة. للتذكير اللي ما يحلف الحظ اليوم، نقول آخر موعد يتم فيه استلام مبلغ للدخول السحب القادم هو شهر 3، صح استاذة؟ شهر 3، 1/3 بعد ما راح تستقبلون للسحب اللي بعد، آخر 3، شوفوا آخر 3، عندكم شهر 2 كله وآخر 3، تحط لك 100 200 500 وتنساهم لعلك تكون المليونير القادم الفائز ب2 مليون دينار أو تكون المليونيرة. نذكر أيضا أن
دعما للقواعد الشابة اللي موجودة في الكويت. شكرا بنك الخليج بكافة أعضائه إنه يجعل في هذا اليوم خطاطة كويتية شيماء العازمي اللي راح تخط اسم المليونير القادم على هذا الشيك. نبدأ السحب ونقول بسم الله. يتفضل الأستاذ أحمد المطري. كم الله بخير، يعطيكم العافية وحياكم الله. وأكيد صعب واحد يوقف على الستيج بعد الإعلامية الكبيرة الأستاذة إيمان نجم، فنوجه لها تحية ونقول لها حياك الله في عائلة بنك الخليج. وأكيد بشكل جدا سريع، أدري اليوم مرحلة مختلفة جدا، اليوم راح نعلن عن رابح المليونين دينار. يعني عادة إذا إحنا نبي نسأل أي شخص نقول له شو تسوي إذا ربحت مليون دينار، عمرنا ما سألنا مليونين دينار شو تسوي فيها. السبب لأن رقم جدا كبير وصعب إن الواحد ممكن حتى يوصل له بأي سحب، لكن الصعب مع بنك الخليج سهل ويصير واقع. بكل بساطة اليوم رحلة العميل معانا تبتدي من حساب الطفل اللي اليوم أعلننا عنه حساب نيو، وبعدها ينتقل إلى حساب رد، أكثر حساب شبابي يناسب نمط حياة الشباب في الكويت. ينتقل إلى حساب الراتب ويتمتع بالمميزات والبطاقات الائتمانية اللي تخلي عميل بنك الخليج غير عن عميل آخر. لذلك خدمات بنك الخليج أكيد تستمر مع عملائنا إلى كافة المراحل لين ما يقرر يبطل حساب الدانة ويكون مليونير. رجعوا لي دقة القلب يا شباب، ردوا الحياة مرة ثانية، البيت مال نبضات القلب خرد نسمعه. وبسم الله، والرابح لحساب مليونين دينار كويتي مع بنك الخليج، إذا رقم الحساب في حساب الدانة والرابح علياء يوسف عادل المطيري. آلاء آلاء إذن آلاء أو علياء آلاء آلاء إذن ألف مبروك إلى آلاء يوسف عادل المطيري، أنت رابحة الآن مع حساب الدانة في بنك الخليج مليونين دينار كويتي. مو مليون، مو مليون ونص، مليونين دينار كويتي. شيماء العازمي راح تخط اسمك يا آلاء على الشيك اللي قيمته 2 مليون دينار كويتي، وإن شاء الله يكون فال السعد وفال الخير عليك. لكن إن شاء الله نقدر نتصل الحين بآلاء وناخذها على الهواء إذا كانت موجودة. إذن اللي اليوم صارت مليونيرة أقل من 18 سنة، تخيل معاي إن اليوم رابحة المليونين دينار كويتي أقل من 18 سنة، أمها أو أبوها بطلوا لها هذا الحساب وقالوا يلا إن يكون من نصيب ابنيتنا. والدعوة هذه تم الاستجابة لها من الله سبحانه وتعالى ومن خلال حساب الدانة في بنك الخليج. واليوم هي أقل من 18 سنة يا إيمان وعندها مليونين دينار كويتي. يعني من بس تعتبر قاصر. شلون؟ يعني تعتبر قاصر. طبعا الأم والأبو يتحكمون بالحساب. في هذه التفاصيل أكيد راح يكون مع إدارة. على فكرة اللي تحكم بالحساب اللي فتح لها الحساب، فالشخص الثاني غير مخول اللي بطل الحساب. نعم بالضبط. نعم وراح يكون أتمنى أن يحافظون لها على الأمانة. صحيح. بنوت 11 سنة و2 مليون، أقل من 18 سنة العمر إلى الآن، أقل يعني من 11 سنة. 18. أقل من 18 سنة. نعم أقل من 18 سنة. حصلت على 2 مليون دينار. يعني أقل من 18 سنة وبحسابك في مليونين دينار كويتي، عسى الله يبارك لك فيهم يا آلاء يا رب، وتحققين كل أحلامك وتكونين أكيد يعني بارة لأمك وأبوك، وتكون أكيد هالمليونين فاتحة خير عليك يا آلاء. إذا نطلع اتمنى نقدر ناخذها اتصال ولا ما راح نقدر الحين؟ أكيد ثواني بسيطة وراح نحاول بالاتصال. وأتمنى آلاء مو ولي أمر آلاء، لأن أعتقد فرحة آلاء راح تكون غير. سبحان الله.
يعني اتصال واحد يعني ألا ودي أعرف كم كانت حاطة كم يعني فرصة حصلت أكيد. من وراها 2 مليون دينار. إذن هذه اللحظات أكيد حضورنا الكريم وكل من يتابعنا أيضا على وسائل التواصل الاجتماعي نرتب الاتصال معه مو مليونيرة ملتي مليونيرة في الكويت اليوم مع بنك الخليج هالبنية الصغيرة أبوها قرر أو أمها أن يبطلوا لها هذا الحساب وفعلا صارت اليوم بحسابها 2 مليون دينار كويتي. وإيمان هذا ردا على تساؤلات أن هل عمر معين اللي يفوز كبير صغير أو منو اللي يفوز بالضبط؟ مع بنك الخليج الكل ممكن يكون فايز. وعلى فكرة مثل ما قلنا في السحوبات الصغيرة طوال السنة مستمرة في أعتقد أسبوعية في شهرية وفي أكيد ربع سنوية وربع وسنوية. وسنوية نعم ما فزت بهذا بتفوز بذاك لحد يقول ما لي حظ أنت صحيح. لك فرص واقتنص الفرصة بأن يكون لك أكثر من فرصة في سحوبات قادمة نعم تبدأ من 2000 توصل للمليونين كلها نعمة ورزق صحيح فجأة من نقاط ممكن تحصلها موجودة داخل حسابك والمبالغ ما يتم سحبها بين فترة والثانية نعم. من الشروط أنها تكون موجودة داخل الحساب لغاية اليوم الثاني للسحب أكيد علشان تقدر تدخل السحب معه. إذن هذه اللحظة الآن تلقى الاتصالات. ألو إذن الآن يتم الاتصال على الرابح الفائزة عمرها 4 سنوات. ألو يا هلا السلام عليكم. سلام معك أحمد المطري من بنك الخليج. إحنا الآن قاعد نكلمك أبو آلاء معاي عدل. شلون؟ أبو آلاء وياي عدل. يوسف المطيري معاي. أي نعم. أستاذ يوسف سامعنا؟ أي سامعك الصوت قاعد يرد. صوتك يقطع تقعد لنا في مكان واضح معك إيمان النجم مذيعة عشان يمكن الرقم يتوهك بعد. حيات الله أتمنى تكون سامعنا واضح. أي واضح. آلاء وينها؟ آلاء موجود بالبيت يعني عندكم؟ بالبيت نايمة قاعدة؟ لا والله نايمة نايمة. أخو يوسف إذا في مجال تقدر تبطل حساب بنك الخليج بالإنستغرام وتشوفنا لايف بحيث أنك أنت تتأكد بأن هذا الاتصال فعلياً من بنك الخليج بوجودنا وأيضاً وجود الإعلامية إيمان نجم في أحد أهم سحوبات بنك الخليج فودنا تشوفنا وتتأكد بأن هذا الاتصال 100% حقيقي من بنك الخليج. اتوقع كم ربحت آلاء؟ والله اللي يدي على قالت منكم خير ونعمة يعني 2000 زين. لا 2000 بس حق شباصات هذه. يلا 2000 يلا 200 ألف زين 200 ألف شوية بعد بيتيهم. لا لهالدرجة غالية؟ غالية والله. تسوى 2 مليون؟ ما شاء الله ما شاء. مبروك عليكم مبروك. 2 مليون دينار كويتي بحساب آلاء. يوسف المطيري والد الرابحة وعميلة بنك الخليج آلاء المطيري. أخو يوسف أنا عندي سؤال، منو كان صاحب القرار أن تبطلون حساب الدانة حق بنيتكم؟ والله أخوي أنا كل عيالي بقتلوا. كل عيالك حسابهم في بنك الخليج بالدانة؟ كلهم بنك الخليج وبين فترة وفترة 200 300 على قولتهم. ما شاء الله يعني أنت صاحب هالقرار أن آلاء تبطل في بنك الخليج حساب الدانة. أي نعم. أبيك تحب لي رأس آلاء وتبارك لها بنيابة عن كل العاملين في بنك الخليج. أبي شعورك بآلاء وبنيتك اللي أنت أكيد مهتم أنك أنت تضمن مستقبلها صارت ملة عليها ملتي مليونيرة 2 مليون دينار كويتي بحسابها. والله والله ما ربط الشعور صراحة. الله زين. أنا أنت الحين وينك فيه بالضبط؟ أبي موقعك الحالي وين؟ حالياً وين؟ بالدوام. بالدوام. أبيك تستأذن من مديرك. والله بعبالي بتقول له أبيك تستقيل من الدوام.
لا ما راح استأذن، انا راح استغيل وايكم على طول. ابيك تستأذن من مديرك، وهذه دعوة خاصة من مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد السيد محمد القطان، تاخذ آلاء الله يحفظها وتيين الرئيسي على أساس هذا الشيك الحلو اللي بقيمة 2,000,000 دينار كويتي يتوقع وتستلمه ونعيش هذه التجربة الجميلة معك بإذن الله. راح يتم التواصل معك الحين أكيد من الزملاء ويبلغونك عن التفاصيل وطريقة الزيارة إن شاء الله وحياك الله. بس عطني شعورك، يعني أنت الحين متخيل 2,000,000 دينار حاس فيها؟ والله ما أعرف أطفل. هو صوته صار صوت 1,000,000 دينار يعني. والمليون الثاني لما يوصل الفرق. شعورك؟ والله ما صراحة شعور يعني صدمة صدمة. حاس بالصدمة؟ صراحة واحد مو متوقع، يعني قاعد الصبح رايح الدوام عادي الصوت يقطع. تقدر تقول يعني واحد قاعد الصبح رايح الدوام خدها 1,000,000 صراحة شعور. تقدر تكون بمكان شوية صوتك يكون أوضح عشان نقدر أكيد نسمعك. إن شاء الله دوم الفرحة أخ يوسف، خاصة أنه فبراير شهر الخير حق ديرة الخير وشهر المفاجآت الحلوة، فإن شاء الله يا ربي يعم عليكم الخير وآلاء تكون دائما فالسعد وفالخير على هالعائلة. إيمان يقول لك أنه كان رايح الدوام ويوم عادي بالنسبة له، فاليوم روحة الدوام كانت غير بالنسبة لك لأن هالروحة جابت لك 2,000,000 دينار مع بنك الخليج. وتذكر هالتاريخ، تاريخ 1/2/2024 بالخميس الونيس، أحلى من كذي ما في. أحلى من إيه والله، أحلى من كذي ما في إيه والله. ألف مبروك، وأكيد إحنا بانتظاركم في الرئيسي في بنك الخليج المبنى الرئيسي. الزملاء راح يتواصلون معك وراح نكون بإذن الله باستقبالك، وبنيتك آلاء تكون وياك وحياك الله يا كريم. تحية كبيرة للملياردير الجديدة آلاء يوسف عادل المطيري. مشكورين. وبلغ تحياتنا لوالدتها وكل الإخوان والخوات بإذن الله. ويدومها عليكم نعمة يا رب العالمين. آمين آمين وأجمعين. شكرا أجمعين. شكرا لوجودك. إذن إحنا ما انتهينا في الآن، أكيد اللحظات بعد تتويج أو إعلان الرابح 2,000,000 دينار كويتي يتم التوقيع من الإدارة العليا في هذا الشيك. يميز الشيك إيمان أنه مو توقيع واحد، راح تشوفين 3 تواقيع ويعني 3 تواقيع 2,000,000 دينار من الإدارة أكيد راح يتم التوقيع لهذا الشيك بحيث أنه يكون للرابح. نقول له ألف مبروك بإذن الله. شكرا لك بو يوسف. الله يبارك. شكرا. العفو. يا هلا يا هلا، مع السلامة مع السلامة. شوف صوت مليونير، صوت رسمي، صوت مليونير. إذا ننهي الاتصال، والآن في هذه اللحظة يتم توقيع الشيك لحامله آلاء يوسف عادل المطيري ابنة 4 سنوات. 3 تواقيع على الشيك راح تكون، بالإضافة إلى ذلك بعدها راح يكون في تكريم خاص لهذا البنك المميز اللي أعطى الفرحة وأهداها لهذه العائلة. تتفضل السيدة كنزي الدفراوي من موسوعة جينيس للأرقام القياسية لتسليم جائزة، أكبر جائزة مالية لحساب بنكي بالدينار الكويتي في العالم لبنك الخليج. Good morning, everyone. First of all, I'd like to say thank you very much for having me here today in Kuwait. It's a pleasure and an honor to be here with you. My name is Kenzie Al-Dafrawi, and I'm an official adjudicator at Guinness World Records. I've been trained by Guinness World Records to judge and award Guinness World Record titles. And I'm here today to adjudicate and also announce the results of your record attempt for the largest prize-linked bank account payout. Now, this is an existing records title with a previous prize-linked bank account payout of 1.5 million dinars, which means that you need a higher number today in order for you to break this new record. Now, I have closely inspected your record, and I'm very happy to say that all of the guidelines have been adhered to and all of the requirements have been met.
But the big question is this a new Guinness World Records title? Before I announce the results, I would like to please welcome with me on stage Mr. Muhammad Al-Qattan, General Manager, Consumer Banking. Thank you very much. Now, as I mentioned earlier, you need to have a prize-linked bank account payout of at least 1.5 million dinars in order for you to break this record today. I can officially announce, after reviewing all of your evidence today, that you have achieved a grand total of 2 million dinars. Congratulations! Thank you, Guinness. On behalf of Guinness World Records, it gives me the greatest pleasure to announce the new Guinness World Record title holder for the largest prize-linked bank account payout. Congratulations, you are now officially amazing! شكراً سيدة كنزي الدفراوي من موسوعة جينيس للأرقام القياسية. مميزين دائما، شكرا لعطائكم. وفازت واحدة على فكرة. من الروعة ان احنا نحتفل في كل يوم في قلوب فيها مليارات الحب، تقدر بالمليارات اللي موجودة على الارض بحب العالم لهذه البلد وهي الكويت، اللي تحمل هذا الشعار البوم اللي لا زال يبحر في سماء جدا رائعة نحو الانجازات، يبدأ من 100 فلس ويمكن أقل بالأفلاس وينتهي بالملايين وسيبحر للمليارات. شكراً أستاذ محمد، شكراً لاختياري معاكم اليوم. باسمي إيمان النجم أقول شكراً، كسبت وايد بوقوفي على هذا المسرح لإعلان هذه الفرحة. شكراً لك، شكراً لك. صورة تذكارية ستكون بالخارج مع رقم 2 مليون دينار كويتي، عل وعسى تكون أنت الفائز القادم. نقول كل عام وأنتم ملياريه بحب من يحبونكم، وإن شاء الله تحصلون المليون القادم.